وزارة الصحة بأسماء الشهيدين، حيث أن يعني وفقا لهيئة الشؤون المدنية ووفقا لوزارة الصحة فالشهيدان هما نور حسن أو نور محمود زايد عفوا، بالإضافة إلى الشهيد الآخر وهو كنا قد أعلنا عن اسمه رامي حاتم عباس، وكلاهما من مخيم طول كرم. صحيح أنهما ارتقيا شهيدان في شرق ضاحية الذنابة في الطريق الواصل إلى بلدة كفر اللبد شرقا، إلا أنهما هما من مخيم طول كرم، حاصرهما الاحتلال وكنا رأينا شهادة يعني عمة الشهيد رامي حاتم عباس التي قالت أن يعني ابن شقيقها وهو الملقب بأبو العبس كان قد وصل إلى بيت شقيقته وتحدث مع عمته لدقائق معدودة قبل أن يحاصر الاحتلال المكان، فبعد ذلك واضح أنه كان هو رفقة صديقه الشهيد الآخر نور محمود زايد، فدخلا إلى المنزل وحوصر المنزل وتحت وابل كثيف من إطلاق النار. الاحتلال يعني فعليا ارتكب جريمة حقيقية، حيث أنه قام بإخراج الأطفال والنساء وقام باحتجازهم، يعني هو لم يقم بإخراجهم من منطقة إطلاق النار بل أبقاهم ضمن المنطقة وقام باتخاذ على الأقل مواطن واحد درعا بشريا وتم الدفع به نحو المنزل كما قالت يعني عمة الشهيد رامي عباس لإقناعه وإقناع رفيق دربه نور محمود زايد بتسليم أنفسهما، لكن حقيقة أبى الشهيدان واستمر إطلاق النار حتى ارتقيا شهيدان. الاحتلال قام باحتجاز جثمانيهما وصادر مركبة كانت تتواجد بالمكان، وهذه المركبة عموما هي تابعة لأحد المخابز يعني هنا في طول كرم، وهذا هو جزء من عمليا محاربة الاحتلال لواقع الاقتصاد هنا في المحافظة والمدينة. لكن يعني لنجمل الأحداث الأخيرة مي، نعم. أولا تفضل. نحن الآن مع ارتقاء الشهيدان رامي حاتم عباس ونور محمود زايد، أصبح في طول كرم خلال 24 ساعة هناك 3 شهداء، يضاف إليهم الطفل محمد عبد الله كنعان والذي ارتقى فجر هذا اليوم عندما كان رفقة والده وأصيب والده إصابة متوسطة في الخاصرة، هذا من جهة. من جهة أخرى نتحدث عن إصابات وصلت إلى 7 إصابات، هذا ما تم توثيقه، هذا ناهيك عن إصابات قد تكون داخل مخيم طول كرم المحاصر والذي يفرض عليه طوقا أمنيا حتى هذه اللحظة، منذ نحو يعني منذ إذا كنا نتحدث عن ساعات الصباح منذ الساعة 8:30 فنحن نتحدث عن قرابة 10 ساعات، ولكن إذا كنا نتحدث عن بدء العملية العسكرية في مخيم طول كرم فنحن فعليا نتحدث عن 27 ساعة مي، وبالتالي الوقت طويل، فبالتالي هناك مواطنين محاصرين داخل المخيم بحالة صعبة للغاية، وبالتالي قد تكون وسائل الاتصالات تقريبا معدومة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. إذن بالإجمالي 3 شهداء منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، شهيد ارتقى على أطراف مخيم طول كرم وشهيدان ارتقيا في ضاحية الذنابة، وبالمجمل يعني الشهداء جميعهم من مخيم طول كرم إضافة إلى إصابات يصل عددها إلى 7 إصابات ما بين شظايا وقصف صاروخي والاعتداء بالضرب، بالإضافة إلى ذلك هناك دمار مي وتدمير للبنية التحتية يطال كل حارات المخيم. الآن الاحتلال قبل قليل وسع من عدوانه وعمليته العسكرية، انتقل من الحارات الشرقية لمخيم طول كرم أو من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الجنوبية الغربية، بمعنى آخر الآن الاحتلال انتقل من منطقة الأحياء أو هو بقي فيها ولكن وسع الأمر من تلك المنطقة، منطقة حارة الحمام وحارة الشهداء بالإضافة إلى حارات يعني حقيقة البلاونة وعدد من الحارات والعكاشة باتجاه الحارات الأخرى مثل حارة المربعة وحارة قاقون ووسط المخيم منطقة مسجد السلام، كل هذه المناطق هي الآن رهن استهداف الاحتلال، وبالتالي هو عمليا هو يوسع من العمليات العسكرية الاحتلالية باتجاه تلك الحارات والأحياء. عموما الأمور تزداد صعوبة في مخيم طول كرم، المخيم بدون مياه شرب منذ ساعات ليلة أمس أو قبلها بقليل، والمخيم دمرت بل يعني أصبحت شبكة المياه فيه مهترئة، فعليا الاحتلال ما زال مستمرا، قبل قليل قام بالدفع بعدد من آلياته كتعزيزات للقوات التي تعمل داخل هذا المخيم مخيم طول كرم، بالإضافة لذلك هناك تحرك مستمر على شوارع مدينة طول كرم. قبل قليل
مي فقد كانت قوات الاحتلال تطلق النار في منطقة مفرق الشاهد في مدينة طول كرم بشكل عشوائي. بحمد الله لم يصب أحد بأذى، ولكن الاحتلال انتهج هذا النهج عمليا. هو يقف على أحد المفارق، يخرج أحد الجنود يطلق النار بدون سابق انذار باتجاه المواطنين أو باتجاه المنازل، وهذا ما حدث خلال الأوقات الأخيرة. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الاحتلال يحتجز المركبات في محيط مستشفيي طول كرم الحكومي والإصلاء التخصصي، يوقف تلك المركبات. كنا قبل قليل نحن باتجاه مخيم طول كرم، رأينا مركبتا إسعاف تم يعني أو مركبتي إسعاف تم احتجازهما من قبل قوات الاحتلال في محيط مستشفى ثابت الحكومي، وهذا الأمر مستمر إلى حد هذه اللحظة. يعني هذه هي التحديثات مي، لكن واضح في ظل فرض حظر للتجوال في مخيم طول كرم أن الاحتلال ماض بعملية عسكرية قد تكون أوسع من ذلك وأكثر شراسة وهمجية، وأنها قد تكون أطول حتى زمنيا. أشكرك جزيلا إيهاب الضميري، وستبقى